والذكر قد يكون من الواجبات وقد يكون من المستحبات، كما قد يكون قليلا مقتصرا على الصلاة فقط، وقد يكون كثيرا كما قال تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، أي صباحا ومساء. كما أن الذكر ينبغي أن يكون مع الإخلاص والحب، ومعه يكون طريقا واضحا وضروريا لزوال المستويات المتدنية لدى الإنسان كالمحرمات والإسفاف والتسامح في الدين وترك الورع ونحو ذلك. بل يكون الذاكر لله سبحانه ملاحظا لنفسه، معتنيا بأقواله وأفعاله، فإن صدرت منه طاعة حمد الله عليها، وإن صدرت منه سيئة بادر إلى الاستغفار عنها.